الإيدز يصيب أكثر من 15 مواطنا فقط في جانب الكرخ بحسب مدير الصحة فيها، بينهم امرأتان وأشخاص من خارج العاصمة. تزايد ملحوظ في أعداد المصابين ولا جهود حكومية لأخذ التدابير حتى هذه اللحظة. الأسباب تعددت، منها ما يتعلق بانهيار في المنظومة الأخلاقية ولجوء البعض إلى ما تعرف بمراكز المساج. سجلنا 17 حالة في النصف الأول من هذا العام، 15 منها للعراقيين واثنان من الوافدين الأجانب. من ال 15 الحالات في العراقيين، 13 منهم من سكنة الكرخ واثنان من سكنة منطقة الصويرة. هذا مؤشر لوجود أعداد أضعاف هذا العدد في جهة الكرخ، لكنه أما يكون غير مشخص أو حامل للمرض لكن لم تظهر الأعراض عليه لحد الآن. هذا طبعا يضاف إلى الموجودين في جهة الرصافة والمحافظات الأخرى، فمعناه أنه لدينا أعداد كبيرة جدا من المصابين بهذا المرض. هذا مؤشر خطير ومهم ويجب الوقوف عنده واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من المرض والحد منه. إجراءات وقائية تتخذها الفرق الطبية طبقت على الوافدين إلى البلاد من جنسيات عربية وأجنبية، فيما يحذر أطباء من وجود أعداد كبيرة من الناس تلتزم الصمت ولم تفصح عن المرض، وبدأ البعض بالترويج عن تحذيرات تخص الفيروس. جينا طلبوا منا تحليل دم مع الإيدز، فحص، جينا مع الوكيل خدنا مشان الفحص، تمت الإجراءات بخير الحمد لله، ما أكلوا وطوية. من سوريا أنا كمان كنا سوا، نحن جايين إجراءات فحص دم مشان بطاقة الصحة، نحن نشتغل بالأكل والشرب يعني. عملناه ونص ومساونا يوم نزير خير. ويوجه مختصون وأطباء دعوات مباشرة لرجال الدين ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المواطن ليس فقط بطرق الإصابة وتلافيها، بل أيضا لتجاوز الحرج والإفصاح عن الإصابات دون خوف لتلافي انتقال عدوى المرض. إجراءات مكثفة هنا في مركز فحص العوز المناعي الداخلية العراقية تقوم بترحيل من يكتشف بأنه حامل لمرض الإيدز من غير العراقيين، ودعوات إلى السلطات بإجراء فحوصات شاملة للمواطنين في أحياء العاصمة. لشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.